ليلي بونجور غو بونجور بحب فل نهارك زين نهار مبروك نذكروا نهار مميز نهار قلت انت مميز نهار مبروك فيه برشا ايجابيات ان شاء الله هكا يتعدى ايامتنا الكل يا ربي ونذكرهم انت تدللهم نهار لحد بالقدي بالقدي دونك نهار لحد من 8 ل 11 مع ليلي تبعثوا اس ام اس تكتبوا فيه استغو على 85 85 5 هكاك ليليا تدللكم بالقدي بالقدي وتعطيكم التفاصيل الكل وتسهروا سهره ممتازه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله شنهاركم زين شنهاركم مبروك ان شاء الله نهاركم امل وورد اليوم نهار مميز نهار ياسر مزيان سورتو هو اول خميس في العام الجديد ان شاء الله مبروك علينا فما برشا نشاط فما برشا حيويه فما برشا حاجات حلوه كيف ما العاده نبداو بالحمل الوديع نقولوا له وسع بالك يا حمل ما نعرفش علاش الحمل دخل على العام ان بو اجيتي دونك خلي نهار اليوم يتعدى مرور الكرام اي سورتو اي سورتو حاول ما تسمعش اراء الاخرين يا حمل والحمل نحبوه يدخل على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام باش يشوفوك في الديريكت فوالا اوكي دونك خلي النهار يتعدى مرور الكرام يا حمل وسع بالك كيما قلت لك اي سورتو ما حاول ما تسمعش كلام اللي دايرين بيك امشي برايك انت وحاول تحافظ على الهدوء اثور اثور مميز على الاخر خير من البارح برشا اليوم صباح عنده برشا نشاط برشا حيويه برشا اخبار احلوه برشا حاجات مزيانه حاجات مميزه فما مقابله هامه برشا والا غيونيون والا لما والا المهم فما ديسكور باش يخرج منه بغوزيلتا افيكاس اون ديغي استنى فيها عنده مده اليوم نهار ايجابي للثور كوسوسوا اللي يخدم اللي يقرا اللي يستنى في فلوس اللي ناوي يصب دوسي اللي ناوي يستنى ورقه دونك فونسي ثور اليوم نعطيك 15/10 موز 10/10 ان شاء الله بالتوفيق الجوزاء الجوزاء وسع بالك قد ما تنجم يا جوزاء ابعد على التوتر ابعد على القلق ابعد على الشك سورتو خلي الامور تمشي بطبيعتها وحده وحده وحاول ولا مراه ولا راجل تكون متفهم للوضع اكثر وحاول تشوف الحاجات بجديه اكثر ما تخليش معناها رد الفعل والتصرف اللي يرجع لك بالقلق من بعد دونك في اتونسيون يا جوزاء سرطان سرطان مميز سرطان مزيان لي متدي خير برشا من نهارات الاولانيين احلى برشا برشا دونك متالق يحس بالتالق يحس بالحب يحس بالايجابيات من نواحي الكل بروفيت لو ماكسيموم اي حاجه عندك ما تاجلش ما تعطلش وخليك متفهم في الجانب العاطفي خاطر السرطان وقت يوصل العطل يتسكر كومبليتوم علاش دونك خليك هكا سوبر شويه سرطان وعيش دي مومون اغريابل اي سورتو لابخي ميدي ان شاء الله عشيه رومانسيه على الاخر الاسد الاسد قديمة الصيد بصراحه ملك الغابه برشا حاجات حلوه اونكوغ الراجل الصيد فتره حساسه على الاخر ومانيش باش نقول له صعيبه لا مش صعيبه ما يلزم ينتبه لابسط الاشياء ويحسن الاختيار وما يتسرعش وخاصة كرد الفعل هذاك وكل القلق لا برشا حاجات حلوة للأسد في الجانب المادي خاصة اللي ناويين على مشروع ولا ناويين على كريدي ولا ناويين على أمبيان ولا كهرباء ولا دار ولا اللي هو فترة حلوة حتى لو كان باش تلقى شوية هكا غطاق ولا تعطيل عادي جدا كمل ما تأجلش ما تعطلش قاوم خلي كيما انت صيد وباذن الله باش توصل خطوات ياسر مزيانين ما نحكيوش على اللبة ما نحكيوش على انثى الاسد عندها برشا حاجات حلوه في الجانب العاطفي وان شاء الله بالتوفيق يا رب نهار مميز نهار مزيان نهار حلو في برشا ماشي في برشا جاي في شويه اجيتاسيون مي ايجابي او ميم طا العذراء العذراء اللي عندي مده ابعد على الاسراف عذراء هذه فترتك انت عذراء حتى نهار 21 دونك ايجابيات من نواحي الكل شوف الحاجات بجديه انتبه في الجانب العملي انتبه ما توتش التفاهات رد بالك في اتونسيون مانيش باش نقول فما شكون حاط معناها كونسونتري عليك ولا حاط لك العصا في العجله مي انتبه برك على الحضره وقت الرسمي تمشي معناها بالعقل دونك فتره حساسه برشا ومزيانه على الاخر دوزانا في اتونسيون لو ماكسيموم وديما نقول لك استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان سورتو في الحاجات الهامه والرسميه ما بي واحد يخليهم لروحو اليوم نهار مميز بالنسبة للعذراء في الجانب العائلي ولا للبختونير فما حاجة ياسر حلوة بالنسبة للعذراء وإن شاء الله بالتوفيق يا رب الميزان اللي نقولوا له هذا عامك يا ميزان ديجا بدا في المرحلة المزيانة بدا الخطوات الحلوين خاصة لو كان يبعد على الشك ويبعد يطيب الغيرة على نار هادية من غير ما يشوف الشطة يحرق ويدخن خليها واحدة واحدة بشوية بشوية نار هادية واحدة واحدة باش تولي بارفان عادش تولي حاجة أخرى دونك الميزان مميز على الآخر خاصة في الجانب العملي والمادي
اليوم برشا احداث حلوه، شو الثور والميزان فار سيتوياسيون اليوم، فما حاجات ياسر مزيانين وايجابيين على الاخر، حتى لو كان يصير مجرد كلام راهو باذن الله يتم، حتى لو كان صار موعد راهو باش يتم، دونك نهار ايجابي على الاخر على الاخر، دونك ان شاء الله بالتوفيق يا ميزان. اخبار حلوه في الجانب العائلي بالنسبه للميزان. العقرب، العقرب عندي مده نقولها ما تقولش لي عقرب، حتى على حاجات صغيره ما تعرفش الحاجه الصغيره شنو اللي مقبيه، دونك عندك برشا حاجات حلوه برشا معناها باش تحس اللي حاجات حبيت عليهم وما صاروش توا باش يصيروا واحده واحده، ما تتسرعش من غير غرور، تحلى بالصبر وبالايجابيات نتاعك وفونس، ما تقولش لا في حتى شيء، ما تقول لا، فما برشا 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 حاجات مزيانين بالنسبه للعقرب، دي بروبوزيسيون هي مش تستنى فيهم ولا هو مش يستنى فيهم، فما حتى ديبلاسمون ولا سفر ولا تحس روحها العقرب خرجت مك التونيل ولا مك الكوكي اللي كانت في وسطه باش تنطلق انطلاقه ياسر مزيانه، دونك ان شاء الله بالتوفيق سورتو اليوم يا عقرب نهارك. القوس اللي هو عقلاني ومادي ومغشش شويه موتر شويه، حاول ما تسمعش كلام الاخرين يا قوس، ما تتاثرش بالكلام اللي يتقال لك، خذ الامور بجديه بطريقتك انت الخاصه، اعرف كيفاش تتصرف سورتو في لونتوراج نتاعك، لونتوراج اللي هو نقصد انا يا اما اصحابي اما خدمه فيها تونسيون للماكسيموم، تاخذ راي حتى حد يا قوس سورتو اليوم، اسمع وما تجاوبش، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله غدا نلقاك خذيت القرار المزيان. الجدي، الجدي اللي هو برج ترابي برج مميز برج مزيان على الاخر، برشا جدي عملوا خطوات مزيانين، جزء صغير من جدي مازالوا يستناو على طنط، ان شاء الله الجمعه هذيا وكندا هذيا معناها حاجه هايله برشا بالنسبه للجدي في مرحله نتاع ترانسفورماسيون مزيانه على الاخر، سورتو انت الجدي فما في الجانب العاطفي حاجات مزيانين وفي الجانب المادي زاد وفي الجانب العملي، وان شاء الله بالتوفيق للجدي، نقول لهم بروفيتيو ماكسيموم وتصرفوا بحكمه تصرفوا بعقلانيه، ما تزربوش ما تاجلوش ما توخروش، لهكا لهكا خليك متوازن يا جدي باش تنجم تتعدى المرحله اللي انت فيها. الدلو، الدلو اليوم حلو على الاخر، اليوم الدلو في مرحله نتاع حسم وضع ولا تبديل من وضع الوضع، اخذ قرار هام برشا، شوف الحاجات بجديه اكثر، ابعد على الشك وابعد على التوتر وابعد على الشك سورتو يا دلو، وشوف الحاجات كما هي بالضبط باش تنجم معناها تاخذ القرار الصحيح، فما نوعا ما صعب شويه سارتان بورسنتاج في صعب في الجانب العملي والا المادي. انتبه باش تعديها المرحله هذه كما انت تحب تعديها واحده واحده من غير تسارع، ان شاء الله غدوه نلقاك خير يا دلو، هذا ما يمنعش اللي اخر العشيه فما اخبار مميزه اخبار مزينه حاجات ياسر حلوه، وان شاء الله بالتوفيق يا رب. كيف ما العاده نكملوا بالحوت اللي هو مزيان ومتالق وحلو في برشا حاجات مزيانين، الحوت سورتو انثى الحوت نجزتها نجم نقول انا تعديت المرحله هذيك كفايه شويه قلق وشويه تاثير الطبيعه، خاصه اليوم نهار مميز بالنسبه للحوت، التناسق تاع الكواكب ياسر حلوين، ذبذبات ايجابيه على الاخر، سورتو اللي يقراوا ولا يعديوا ولا عندهم كونكور ولا عندهم حاجه هامه ماذا بيا يركزوا للماكسيموم باش ياخذوا حاجه ياسر حلوه عندهم بالليمت هذيا، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وديما نقولوا تفاؤلوا خيرا تجدوه. يعطيك الصحه يا ليل يا ان شاء الله.